نظم منتدى مدالي التنمية وتعزيز السلام ورشة عمل حول المعوقات في تعليم اللغات والأسباب التي تعيق تعلم اللغة في المجتمع. وخلال الورشة عبرت الدكتورة أماني باغريب عن أهمية اللغة في المجتمع وارتباطها بالثقافات. وتطرقت الندوة إلى شرح المعوقات الفنية والإدارية في مراكز التعليم، والمحور الأساسي شرح المعوقات المجتمعية التي تعيق الأفراد وطرح الحلول والمعالجات لها. وتناولت الورشة إلى مداخلات وتساؤلات عن حلول تعليم اللغة ودور الفرد والأسرة وكيفية تأثير الفرد من خلال تحديث المناهج والطرق التدريسية. بحكم أن اللغة تعتبر بوابة المجتمع وعملية اتصال بين أفراد المجتمع، فتعتبر عنصر أساسي في تقدم المجتمع وفي بنائه، لأنه أساس اللغة هي التي تعطي لنا بناء المجتمع أو تقوم بهدم المجتمع، فهي الاتصال الأساسي، عملية الاتصال الأساسي بين أفراد المجتمع. حقيقة كنا نناقش المعوقات في تعلم اللغات، وتطرقنا للكثير من الصعوبات التي تواجه الطلاب في تعلم هذه اللغات، فيها تعلم هذه اللغات، من ضمنها المنهج، من ضمنها الأستاذ نفسه، من ضمنها الطالب نفسه، من ضمنها الأساليب والطرق. فخرجنا بجملة من النصائح وجملة من الحلول لهذه الصعوبات. ومثلا من هذه الحلول هو عمل تأهيل للمعلمين والمعلمات في المدارس من أجل أن يواكبوا مخرجات أفضل في ناحية تعلم اللغة الإنجليزية. طبعا أول حل بنقول غير تغيير المنهج، لأن هذا حاليا صعب، الأستاذ يغير من فكرته، يغير من فكرته أنه لازم يتبع المنهج، لأنه لا، أنا لازم أسوي فكرة، أنا لازم أجيب وسيلة تنفع الطالب هذا أنه يعبر المدرسة.